تعالى نروح بقى على الجانب الاخر، منتخب بوركينا فاسو هو الاقرب لينا، يمتلك في الوقت الحالي 4 نقاط، يعني منتخب فرنسا بنقطتين. فخليني اسالك، شايف المنتخب ده هيكون قوي النهارده قصادنا؟ هل شايف انه عنده اسامي كافيه ان هي تكون ند قوي بالنسبه لمنتخب الفراعنه؟ هل برضه شايف ان مع اختلاف بقى الاسامي والقيمه التسويقيه بالنسبه للمنتخبين هنشوف ده لصالح منتخبنا الاول، فارق كمان او عامل الارض والجمهور النهارده هيكون بالنسبه لمنتخبنا الاول يعني عامل كبير، ولا ايه اللي هيحصل؟ طيب خلينا نقول ان احنا الفتره الاخيره اكتشفنا ان الفروق ما بين الفرق ما بقتش كبيره، التكنولوجي تطورت بشكل كبير جدا، بقى عن الفرق الافريقيه بقى عندها قدره ان هي تقدر تستقطب مدربين اجانب كويسين واناليسيس كتير. فالناس يعني خد بالك التكنولوجي لما زادت في كوره صعبت الكوره، ان الناس برده بتدافع بشكل معين وبتهاجم بشكل معين، ما بقاش فيه ابتكار، ما بقاش فيه مساحات ان الفروق الفرديه تظهر، خد بالك. فلما بيضيق المساحات عليك بتلاقي الامور صعبه شويه، غير طبعا ان اكيد في يعني في اكيد تفوق منتخب مصر على فرق تانية معانا في المجموعه، لكن بوركينا فريق من الفريق الجيد، يعني عنده شكل رائع، عنده بعض اللعيبه المحترفين يعني بلاتي توري مثلا في نص الملعب واحد من اللعيبه اللي احنا بنشوفه على طول في الدوري المصري، لعيب من اللعيبه الكبار جدا، بطوله افريقيا الاخيره كان رائع بشكل كبير جدا. عنده لاعب كبار الانجليزي طاره طبعا بتكلمي برده في عدد من اللعيبه، ثلاث اربع لعيبه جيدين جدا، لكن في النهايه هي رهبه استاد القاهره ورهبه الجمهور ورهبه المنتخب المصري هتبقى عامل مؤثر بشكل كبير جدا، صعب جدا ان اللعيبه دي تطلع 100% من اللي عندها يعني. لكن في النهايه برضو خدي بالك كره القدم برضو ما بتعترفش بالمعطيات بس، معطيات مهمه جدا، لكن المعطيات بتبقى مهمه لما حضرتك تجتهد في الملعب ولما تقدر تشتغل بشكل فني رائع. صحيح. وتركز دايما بيكون الفيصل هو 90 دقيقه في مباريات داخل الوسط الاخر، في مباريات يا شيما تروح تحس انك هتخسري، انا رايح العب مع فرق جمهور واصرار ولعيبه تحس انهم مركزين من اول المطار، تحس ان البلد دي مركزه، البلد دي هتكسب، فتلاقي الامور. انا اتمنى ان ده يحصل النهارده، ان شاء الله هكون متواجد النهارده في الاستاد واروح اتفرج على المباراه باذن الله، بقالي كتير جدا ما حضرتش مباراه للمنتخب في الاستاد، ان شاء الله اكون متواجد النهارده، وان شاء الله نشوف يعني نشوف شكل المنتخب المصري يفكرنا يفكرنا بالبطولات والانجازات والارقام اللي عملناها مع مدربين الوطنيين بشكل كبير يا رب ان شاء الله.